تهضر مع تمال وما كيجاوبش. عندك غير يكون مش هضر مع الوعدودي في القضية ديال الأرض، يضرب ليا كل شيء في الزيرو. سامي سامي سامي، عاوزاني داخلين في الحالة. شبغيتي عندي يا ماما؟ شبغيتي عندي؟ شوفي فيق فيق شي شوية. خلي نمشي الناس. واش كيعجبك راسك تدخل في هاد الحالة هكا؟ دابا انت ولد صافي انت وليتي بحال شي شمكار. تهضري معايا بحال هكا. اجي قدامي. زيد دخل قدامي. زيد حد راسك. ماما هز ماما وتنقم مني يا ماما بركة. ويل وخليني نمشي للناس صافي. عييت اجي لهنا. لا اجي لهنا. وقف هنا. اش مشيتي دير في الشركه عند الوعدودي؟ وما مشيتش عندهم، مشيت غير الشركه والشركه ديالنا. ولا هذاك الوعدودي عطيه اتساه ما يصلح ليك، شنو غادي يخرج عليك؟ ماما شغلي هذاك ماشي سوقك. ما عمرك ما كتقولي لنا اش كديري وشنو ناويه ديري. ديما كتفكري بوحدك وما كتخلي حتى واحد يتشارك معاك. وملي كتبغينا نديرو شي حاجه اللي بغيتي انت كتفرضيها علينا. وانت اللي ربيتينا نكونوا منعزلين، ما نهضروا بيناتنا، ما نعاودوا المشاكل بعضياتنا. كل واحد فينا فواد وانت فواد اخر. وماما راه انت انانيه، وديك الانانيه ديالك هي اللي خرجت علينا. انا انانيه؟ اييه انت يا انانيه.